شو بتقول الأفلاك لمواليد الجوزاء بالأسبوع الثاني من شهر نيسان أبريل 2023؟ يمكن تبحث عزيزي الجوزاء عن ربح مادي بيتأخر بين السبت 8 والخميس 13، وتهتم بقضية مالية وباستثمار أو بقضية بيع أو شراء. إذا هالشي صاير، حاذر من تصرفات مشينة مع أحدهم، وما أبداً تبدي تعنت أو فوقية بهالوقت. انتبه، أي تعنت، أي فوقية، أي تكبر لح تدفع ثمنه غالي. حتى لازم تنتبه من عراك أو مشادة كلامية مع أحد الشركاء أو الأخصام بين 12 والثلاثة 11. إذن هيدي فترة دقيقة فيها يمكن بعض المشاكل المالية، ويمكن تحمل لك مشادات أو تحمل لك عراقيل، وحتى بتشعر حالك إما محشور بزاوية أو مضطر لقبول بعض الشروط. ابتداء من الجمعة 14 بتكون أريح، يعني ابتداء من آخر هالأسبوع وابتداء وأسبوع الجاي بتشعر أن الأمور صارت أكثر تناغماً معك وأقل ضغطاً. على كل حال بخبرك عنهم بالأسبوع الجاي.